معي من جد دكتور شادي فؤاد خوندنا، عضو اللجنة الوطنية لشباب الأعمال في السعودية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور شادي. شعار هذه السنة إذا تنمية المهارات لتعزيز فرص عمل الشباب، ما النسبة التي تحتلها هذه النقطة تنمية المهارات؟ أخذين بعين الاعتبار طبعا لا يمكن أن نغفل بأنه البطالة ليست مرتبطة فقط بعدم وجود مهارات كافية. نعم، اليوم طبعا على مستوى العالم عندنا العديد من التحديات اللي نحاول انه نقراها بقراءه متناسبه مع الوضع الراهن. موضوع الشباب موضوع هام جدا، واليوم كل الدول تسعى جاهده انه هي تدعمه بكل الطرق. سوق العمل طبعا سوق مهم للتنميه. اليوم مخرجات التعليم على مستوى العالم غير قادره على محاكاه سوق العمل بالطريقة المثالية، فموضوع التدريب وموضوع التنمية كان هو المحور الأهم، ولذلك زي ما تفضلتي عنوان السنة هذه خص موضوع التدريب وموضوع تنمية وتطوير المهارات بالنسبة للشباب والشابات على مستوى العالم بهذه الاحتفالية الكبيرة. بعد تفضلي. طيب، بعد هكذا شعار وهكذا جهد طبعا ملحوظ، كيف هي آلية تنفيذ على الأرض فيما يتعلق بتنمية المهارات دكتور شادي؟ التنفيذ مطلوب من عدة قطاعات، مطلوب من القطاع العام الحكومي في جميع الدول، مطلوب من القطاع الخاص، مطلوب أيضا من المؤسسات التنموية المختلفة. اليوم على سبيل المثال في الوطن العربي عندنا مبادرات مختلفة لتنمية الشباب وتطويرهم وتجهيزهم لسوق العمل. طبعا ال 17 هدف اللي اتفق عليها في الأمم المتحدة من أهمها موضوع التعليم وتوفير التعليم وجودة التعليم للجميع وليس فقط للقادر ماديا. هذا أمر كثيرا يعني ما يساعد في إضافة قيمة معنوية وعملية لتطوير الشباب في هذا المجال. هنا ما أقصد بالتعليم فقط التعليم الأكاديمي، وإنما أقصد حتى التعليم العامل أو التعليم اللي هو على رأس العمل. هذا أمر مهم. الآليات صراحة كثيرة، احنا ما شاء الله تبارك الله يعني عندنا في الخليج وفي الوطن العربي مبادرات كثيرة وفي مشاركات دولية أيضا كبيرة ومحترمة. عندنا مثلا على سبيل المثال في أغسطس القادم مشاركة دولية لعدد كبير من شابات وشباب الخليج في اليو ان اس اس سي اللي هي اليونايتد نيشن فور سيستم ستاف كولج اللي حتكون في ألمانيا. هذه الأكاديمية بيشارك فيها 50 شاب وشابة من حول العالم لهدف التنمية المستدامة والتطوير والتنمية، فحيكون عندنا 15 مقعد بإذن الله من الخليج كمشاركة كبيرة، وأول مرة على مستوى العالم يكون هذه المشاركة موجودة من منطقة واحدة على أساس تدعم بشكل قوي في موضوع تنمية وتطوير مهارات الشباب. طيب، هذا الجهد أبرز يعني أهم تحدي لأنه دهمنا الوقت يواجهكم، خاصة بأنه الموضوع كبير جدا ومرتبط يعني كما ذكرت بأكثر من شق، يعني يكفي حتى الوضع المادي يتدخل هنا صحيح كي لا يضطر الشباب للعمل وبالتالي طبعا لن يتعلم. 100%، اليوم الشباب عنده طموح كبير جدا، وأيضا موضوع ريادة الأعمال ودعم ريادة الأعمال بالشكل الحقيقي والواقعي أمر مهم. ما هو المطلوب من كل شخص أنه يبحث عن وظيفة حتى في بداية التخرج أو قبل التخرج، لكن مطلوب أيضا أنه نأتي بأفكار إبداعية. صحيح، أهم تحدي دكتور شادي مادي أم وعي فردي؟ لا أعرف. التحدي الأكبر هو العلم. العلم إذا لم يوجد، إذا لم يتوفر بالشكل المثالي، فقولي على الشباب السلام. العلم هو الأساس في البناء، وهذه التجارب شفناها في جميع دول العالم التي قطعت أشواطا يعني كبيرة في النمو والتنمية والعالم الأول. شكرا جزيلا دكتور شادي فؤاد خوندنا، عضو اللجنة الوطنية لشباب الأعمال السعودية. شكرا دكتور شادي على هذه المشاركة من جدة.